مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى النشرة الجوية. نستعيدها بنشرة خاصة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من المستوى البرتقالي، والتي تتوقع أن يستمر الطقس الحار طيلة يوم الجمعة بدرجات ستتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من أوسرد وتذهب بالعيون بجدور ترودانت وكذلك بسمارة. وبتحليلنا لصورة السطح لنلاحظ أجواء مستقرة بجل مناطق المملكة. غدا بحول الله سيكون الطقس نسبيا حار بالجنوب الشرقي بالأقاليم الجنوبية بصوص وكذلك بسهول غرب الأطلس. وبشمال المملكة سنلاحظ تكون كتل ضبابية محلية بالقرب من السهول مع سماء قليلة الصحب إلى صافية ببقية المناطق، وستهب رياح نسبيا قوية بالسواحل جنوب مدينة الجديدة. درجات الحرارة خلال الليل ستتراوح مقاييسها بين 5 درجات ببولمان، 8 درجات بإفران، 13 درجة ستسجل بتازة، 10 درجات بوجدة، وكذلك ببوعرفة، و17 درجة ستسجل بحول الله بفيكيك. ودرجات الحرارة خلال النهار ستتراوح ما بين 28 درجة بالناظور، 21 درجة بطنجة، 27 درجة بتطوان، 30 درجة بخنفرة وكذلك بخريبكة، وستسجل بوزان، و24 درجة بالرباط. بوسط المملكة ستكون الأجواء مستقرة ومشمسة كما يظهر هذا مع هبوب رياح نسبيا قوية بالقرب من السواحل. درجات الحرارة ستصل بمدينة الراشدية خلال الليل إلى 14 درجة، وستسجل كذلك بورزسات، 21 درجة بأرفوت، 20 درجة بزاغورة، 21 درجة ستسجل كذلك بكل من طاطا وبترودانت، و20 درجة بمدينة سيدي إفني. ودرجات الحرارة خلال النهار دائما بسيدي إفني ستصل إلى 31 درجة، 38 درجة بقلميم وبترودان، 37 درجة بمدينة أكادير، 32 درجة بابن ملال، 35 درجة بمراكش، و23 درجة ستسجل بمدينة الصويرة. وبشمال الأقاليم الجنوبية ستكون دائما الأجواء صحوة ومشمسة إلى قليلة السحب، هذا مع رفع بعض الزوابح الرملية لا سيما بالمناطق الداخلية. درجات الحرارة خلال الليل ستعادل 22 درجة بالزايق، 24 درجة بالسمارة وبقلت الزمور، و17 درجة بالعيون. بالعيون ستصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 40 درجة، 39 درجة بسمارة وببكرة، و37 درجة مرتقبة بقلت الزمور وكذلك بمدينة طنطان. بأقصى الأقاليم الجنوبية ستكون دائما الأجواء صحوة ومشمسة كما نلاحظ هذا مع رفع بعض الزوابع الرملية دائما بالمناطق الداخلية وهبوب رياح نسبيا قوية. درجات الحرارة ستصل ببئر أنزران إلى 27 درجة خلال الليل، 22 درجة بأوسرد، 18 درجة بالدخلة، و20 درجة بالقويرة. ودرجات الحرارة خلال النهار ستتراوح مقاييسها ما بين 39 درجة بكل من بئر أنزران وبأوسرد، 24 درجة بالدخلة، و30 درجة بالقويرة. وعن حالة البحر سيكون بالواجهة المتوسطية هادئ إلى قليل الهيجان، بسواحل البغاز سيكون قليل الهيجان إلى هائج، وبسواحل الأطلسية بشمال طنطان سيكون البحر هائج إلى كثير الهيجان بعلو قد يصل إلى 3 أمتار، وما بين طنطان وبجدور سيكون قليل الهيجان إلى هائج، فيما سيكون بباقي السواحل هائج بعلو ستراوح ما بين 1.5 متر ومترين ونصف. المد بمدينة الرباط سيكون في تمام 11 صباحا و 22 دقيقة، والجزر في تمام 5 صباحا و 4 دقائق، وفي تمام 5 مساء و 22 دقيقة. شروق الشمس بالرباط في تمام 6:14 دقيقة، وغروبها سيكون على الساعة 6:51 دقيقة. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة يوم السبت، سيستمر الطقس الحار بداخل الأقاليم الجنوبية وكذلك بداخل السوس مع أجواء صافية عموما مع انتشار كتل ضبابية بالقرب من السهول الشمالية. ودرجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعض الانخفاض. وأيام الأحد الاثنين وكذلك الثلاثاء سيستمر الطقس الحار بالأقاليم الجنوبية مع أجواء مستقرة، ودرجات الحرارة ستشهد بعض الارتفاع خلال النهار. يومي الأربعاء وكذلك الخميس
سيكون الطقس دائما حار بالأقاليم الجنوبية مع أجواء غائمة بالمناطق الوسطى وكذلك الجنوبية، ودرجات الحرارة ستشهد بعض الانخفاض الطفيف خلال النهار.